الباك واحد العام ديسيزيف في الحياه ديال اي ايتوديون كيقرا وصل الباك. في الفيديو ده غنحاول نعطيكم بعض النصائح وبعض المعلومات واحد جود فايبس باش كل شيء تقدروا تدوزوا الباك ديالكم يعني بواحد الطريقه مزيانه. ديجا كاين شي وحدين اللي ديجا دوزوه صحابي في ديال الاداب وان شاء الله نهار الاثنين غادي يدوزوا بزاف ديال الناس. الو في الفيديو ده غنحاول نهضر معكم واحد شويه باش نحيد عليكم ستريس وباش تكونوا موتيفي وعارفين راسكم شنو خصكم ديروا بالنسبه لهذا الامتحان هذا. ف ما تنساوش ان هذا الامتحان هذا هو الريزولتا ديال العام ديال الخدمه، يعني الخدمه ديالو راه كانت بدات هادي عام. يعني اليوم في هذه اللحظه اللي كتفرج في الفيديو يعني في 2020 الا كان عندك الباك ديال 2020 ف هاد الفيديو هذا غادي يهضر لك على شنو تقدر مازال دير من غير المراجعه. فلما كنتيش مراجع فهاد الفيديو هذا ما كيهمكش. الوغ انا غادي نهضر لكم على الباك. فاول حاجه سي نورمال تكون مخلوه، سي نورمال يكون فيك ستريس، سي نورمال تكون كتقول في راسك انا راني ما حافظتش، خصوصا الا كنتي خدمتي. الا كنتي ما خدمتي بزاف وعطيتي واحد المجهود اللي هو كبير ودرتي واحد ليفور باش تحفظ، فديما الدماغ ديالك تيبقى يقول لك انا راه ما حافظ والو، كتحاول تفكر في واحد الحاجه ابستريت والدماغ ديالك ما كيلقاش لها الجواب. فهادشي هذا غير واحد الحاله يعني بسيشيك عاديه اللي كيدوز منها اي ايتوديون. اللي مهم واللي خصك تبقى عارفه وخصك تبقى مفكره مزيان ان هاد العام هذا ديسيزيف، يعني هو وهاد النقطه ديال الامتحان الوطني هي واحد النقطه اللي غتخليك يعني تاخذ 50% من النقطه ديالك ديال الباك، يعني وغادي تخليك تخلي لي شونس ديالك طالعين باش تدخل لبعض المدارس اللي هما كبار باش تكمل يعني الحلم ديالك. الا كان عندك شي حلم بالضبط باغي ديرو شي فيليال بالضبط باغي ديرها، ف الخدمه ديالك في هذا الامتحان هذا غتكون ديسيزيف باش انك ان شاء الله توصل. ف اول حاجه ستريس عادي، خلعة عادية، ولكن خاصها توقف عند باب القسم ديال الامتحان باش ما تأثرش عليك، لأنك نتايا عام وانت كتفيق بكري، عام وانت كتسهر باش كتحفظ، عام وانت كتبريباري، عام وانت كتمشي وكتجي. فمن ما خصكش تخلي أن خلعة غادي تخرج لك على لا كونسونطراسيون ديالك. اون فوا تحط قدامك الورقة جمع وطوي، تخيل راسك بارك تتراجع وتتبريباري كالعادة، شحال من امتحانات بريباريتيهم قدام، فاعتبر راسك انك كتبريباري نسى ستريس وخليك منك راسك وثيق في راسك، يعني قول بانك انت راك مراجع كفايه. غادي تقرا الورقه ديالك بشويه عليك، تقرا لي الاسئله كاملين، تشوف الدروس، غادي يبدا دماغك غادي يبدا يشتغل بشويه بشويه، بحال شي 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 فواتور مازوط. ما تخلعش الا في الاول ما بانتش لك شي حاجه ولا بالك شي سؤال ما فهمتيش ولا شي حاجه، غير بشويه، حقاش ما حدك انت وغادي كتجاوب على الاسئله واحد مرة واحد، فغادي يبدا الدماغ ديالك تيشتغل وغيبدا يجبد كاع المعلومات اللي كانوا عندك في الداخل. هذه واحد الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو الخط ديالك، الخط ديالك واحد الحاجه مهمه جدا باش ان الاستاذ يصحح لك الورقه ديالك مزيان. شحال من واحد كيخدم مزيان ولكن الخط ديالو خارج عليه، يعني الخط ديالك ما ماشي مزوينش ولكن صعيب باش الواحد يقراه. فمن الاحسن منين تكون تتكتب في الورقه ديالك راه داك الوقت راه كافي، سير بشويه عليك، سير بشويه عليك والخط ديالك يكون يتقدر يتقرا. حط راسك في بلاصه الاستاذ اللي كيصحح لك، لان هذيك الورقه راه عندها علاقه مع المستقبل ديالك. يعني اقل حاجه تقدر دير هي انها ديرها ليزيبل، يعني الواحد يقدر يقراها ويقراها مرتاح، لان الاستاذ ملي كتبان ليه واحد الورقه اللي منظمه مقاده مصيبه الخط زوين، يعني ما فيهاش كثره الضريب، كثره داك الباغاج، كثره البلونكو، فالاستاذ كيصحح وهو مرتاح، وحتى بالنسبه للنقاط فكيعطي النقاط وهو مرتاح، لان الحاجه كتكون واضحه وباينه. يعني الاستاذ كيبان ليه كل شيء بسرعه، ما كيضربش معك تماره في ديك الورقه والنقاط ديالك كتاخذهم ساهلين، عكس الا كنتي كتكتب بواحد الطريقه يعني كتزروط فكتعطي تماره للاستاذ، وبالتالي بحال حتى لا بسيكولوجي ديال الاستاذ كتولي يعني كيتقلق وكيقدر شي حاجه ما كتشوفهاش ما تحسبهاش لك. فهاد النقطه هذه مهمه جدا جدا جدا. ثاني حاجه يعني منين تكونوا كدوزوا مواد يعني
دوسي الماده الاولى وغادي الماده الثانيه، حاول ما تهضرش على الماده الاولى، صافي اللي دازت نساها، ما تعمرش مع الدراري بزاف، اللي دازت نساها ودوز لحاجه اخرى. خدم 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 وصافي. الا كان شي امتحان يعني حسيتي براسك ما دازش مزيان، ماشي مشكل، دوز لحاجه اخرى، اعطي الماكسيموم في داكشي الاخر، ومن بعد غادي تشوف بان كلشي غادي يدوز مزيان ان شاء الله. فانا كنشكركم بزاف لانكم تفرجتوا في هذا الفيديو، وكنتمنى لكم كاملين حظ سعيد ان شاء الله في هذا الباك هذا، والله ينجحكم كاملين. تشاو.